أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى المرء جاهلا في مقبرة فهل تصح صلاته أم لا؟ وهل يؤمر بإعادتها؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة. لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني محلا للصلاة. والنهي يفيد الفساد، فمن صلى في مقبرة فريضة فعليه أن يعيدها لأنها منهي عنها، وأما النافلة فلا تعاد، النافلة لا تعاد، لكن لا يعود للمثل هذا.